صباح جميل. سنبور سيبقى هنا من الآن فصاعدا. سنبور صباح الخير. ها؟ سنبول أين أنت؟ سنبول صباح الخير. سنبول رائع، نهضت باكرا، علي أن أسرع. والإفطار؟ علي أن أسرع. زيدون انتظر، لا أريد. ولكن ماذا ستفعل بشأن سنبول؟ ماذا؟ ها؟ واحد اثنان. سنبول، علي أن أذهب للمدرسة الآن، ابقى هنا أنت. مدرسة؟ أجل، إنها المكان الذي يذهب إليه كل إنسان. وداعاً. سنبول، لما لا تبقى معي في البيت؟ صباح مشرق، مرحبا. علي أن أكل شيئا ما. صباح الخير ديما. صباح الخير هاني. أنا أيضا. حسنا، أنا جائع. ديما، ترى لديك متسع من الوقت بعد المدرسة؟ صباح الخير. انظر، زيدون يقدم لديما اخبارا عاجله، ترى ماذا يقول لها؟ ماذا تريد مني؟ لا شيء، انسي ذلك. لا باس، انتما هيا للداخل. لقد بزعنا جدا. اذا عرفت ديما على سنبول ربما. ديما، هذا سنبول. رائع. اسمع يا زيدون، لما لا يبقى سنبول سرا خاصا بنا؟ حسنا. انا سعيدة جدا. لقد قالت ديما انها سعيدة بي. بالطبع، سأعرف كل انسان بسنبول فيما بعد، وستكون ديما اول من يلتقي به، لكن ربما عرفت لطيفة بي اولا. ترى من تكون الأولى، لطيفة أم ديما؟ ديما أم لطيفة؟ من الصعب علي أن أقرر. ماذا تفعل؟ حسنا، إنها صغيرة جدا. زيدون؟ معلمتي؟ ما الذي تحلم به في عز النهار يا زيدون؟ أنا الآن اذهب إلى صفك حالا. لن تذهبي معي للتسوق هذا اليوم أيضا؟ لا بأس، سأفعل شيئا آخر، سنذهب غدا. حقا؟ بالمناسبة، لدي شخص هنا يستطيع أن يتذوق ما أفعل. زوجي سمين جدا ولا يأكل كثيرا، وزيدون يحب الفطائر، وهذا يدفعني لأن أطبخ بشكل قليل. سأتحدث معك فيما بعد، والآن وداعا. ماذا سأفعل الآن سنبول؟ سنبول، هل تعرف طريق المدرسة؟ ألا تعرف؟ إذن وداعا. سمك بلا حسك، سمك شهي، تعال وخذ سمك، سمك طازج، طازج السمك، هيا. هل تعرف طريق المدرسة؟ ألا تعرف؟ إذن وداعا. حقا مرعب، وأنا سمعت بهذا أيضا. ألا تعرف؟ إذن وداعا. نعم. مزعج، ترى ما هو شكل المدرسة؟ اذهبي من هناك يا سيدتي. هذه هي المدرسة؟ لا ليست هي.
وظل الرجل الشاب يدفع العربة أمامه فوق الحقول والجبال دون أن تكون لديه فكرة عما سيجده على طول الطريق. ممتاز. القارئ الآخر أنت زيدون. اقرأ. اقرأ من فضلك. هل تشكو من شيء؟ لا. ديما أرجوك أن تأتي إلى بيتي بعد القيام بنشاطاتك، سأريك مفاجأة جميلة. توقف. أنت جميلة جدا ولطيفة جذابة أيضا، أنا حقا لا أعرف أن أنا لم أكتب شيئا كهذا أبدا. اهدأوا، لقد منعت تسريب الملاحظات خلال الحصة. ديما ديما مخجل. بازلت لا أعرف أين الطريق للمدرسة. احذر، هذا خطير. أنا آسف. سنبل من هنا؟ أجل، لقد اختفى فجأة. خسارة، اعتقدت أننا أصبحنا صديقين، اعتقدت أنه سيظل هنا دائما. نعم، هذا هو بيت زيدون. لحظة ديما، أخبري أنني لست هنا. زيدون تعال إلى بيتي حالا. حسنا سأتي. من فضلك ادخل يا زيدون، لدي شيء ممتع حقا سأريك إياه، تفضل. أعرفك على صديقي العزيز سنبل. ماذا؟ ما بي؟ Thank you.